وللتعليق مشاهدينا حول هذه التحركات الأممية ينضم إلينا عبر الهاتف أسامة الربحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تقرأ هذه الزيارات والتحركات المكثفة للمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، وفي أي سياق تأتي؟ أنا أعتقد أن هذه الزيارات تأتي في إطار أداء لمهامهم، ولا أعتقد أنها تحمل أي ثقل سياسي أو أنها ستفضي إلى أي شيء على القريب العاجل، وإنما هي فرصة لاستكشاف الخيارات الموجودة، وأيضا يعني خلق تواصل أو حلقة وصل ما بين المجتمع الدولي مع القوى المحلية. هذه الزيارات لم تحدث في السابق وهي الآن تحدث، وهي تأتي في سياق مقاربة المبعوث الأممي الجديد التي تسعى إلى إيجاد حل شامل في اليمن، ولذلك هذه الزيارات هي تسعى في هذا التوجه، وهذا التوجه يعني الالتقاء بالقوى المحلية، ليس فقط القوى الوطنية التي كان التركيز عليها في عملية السلام التي قادها مارتن جريفيث. هل ستأتي إلى بأي أقل؟ لا أعتقد في القريب العاجل، والسبب في ذلك أنها اليوم تستهدف طرف واحد، هو طرف يدعو للسلام أو طرف مستعد أن يذهب للسلام، أو إذا صح التعبير هو طرف لا يمتلك القوة على الانتصار على الحوثي في هذه المرحلة. ولكن أنا أعتقد إذا يجب التركيز عليها هو بإيجاد أدوات ضغط فعلية على جماعة الحوثيين للذهاب إلى طاولة الحوار. الحوثيين اليوم لا يقدمون أو لا توجد لديهم أي بوادر للذهاب نحو السلام، ولذلك أي جهد يقوم فيه المبعوث في طرف واحد، نعم، ولا يدفع بالطرف نحو طاولة الحوار. تعز المحاصرة منذ سنوات يزورها المبعوث الأممي الآن، ما أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، خصوصا أنه وعد أن ينقل معاناة هذه المدينة المكلومة والمحاصرة منذ سنوات للأمم المتحدة؟ أنا أعتقد أنها أولا هي زيارة مهمة، وكما أشرت سابقا هي هدفها هو التواصل مع القوى المحلية، وتعز لديها أهمية خاصة. أولا هي مدينة تمتلك أكبر عدد سكاني موجود، هي مدينة توجد فيها أهم الجبهات العسكرية، هي أيضا مدينة عانت الكثير في المدن ولكن لها وضعيتها الخاصة، لا سيما أيضا هي تأتي إجمالا بعيدا عن محافظة تعز، هي تأتي فقط في إطار زيارة المبعوث إلى القوى المحلية المتواجدة على الأرض، وإقرار لزيارات مدن اليمن المختلفة، وذهب إلى عدن وذهب إلى تعز، وأنا أتوقع أيضا أن تستمر هذه الرحلة إلى محافظات أخرى أيضا. هل يمكن أن تحدث هذه التحركات الأممية يعني اختراقا في جدار الأزمة الحالية التي تتعثر بصفة أو بأخرى، خصوصا أنها تعثرت بالنسبة للمبعوث الأممي السابق؟ الأمم المتحدة لا تمتلك أدوات الضغط، ولا تمتلك أيضا القدرة على الضغط، وخصوصا على جماعة الحوثيين اليوم، ولذلك لا أتوقع أنها ستحدث أي اختراق مهما كان، لأن الأمم المتحدة تعرف أو المبعوث الخاص يعرف نفسه أنه ميسر للمفاوضات السياسية، أو هو ولذلك لا يمتلك أي سلطة على أي أحد الأطراف، وإنما هو يحاول أن يقرب وجهات النظر وأن يوصل إلى قاعدة مشتركة، ولا أعتقد أن ذلك ممكنا حتى توجد الإرادة السياسية لدى الأطراف المتصارعة، وخصوصا تحديدا اليوم نتحدث عن جماعة الحوثي والذي لا تظهر أي بادرة حتى اللحظة. شكرا جزيلا. أسامة الروحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.